تفرقت اللهجات العرب، وزاد في فرقتهم جهلهم باللغة العربية وبأصل كلمات تبدو غريبة وهي مشتقة من لغة الضاد. من بين الكلمات التي تتعدد وتختلف في لهجات العرب للتعبير عن ذات المعنى كثيرا، في بلاد الشام يقولون كثير مع تسكين الكاف والراء وهي لا تحتاج إلى تفسير، وفي السودان يقول لك من يحبك أحبك شديد، أما في موريتانيا فتستعمل كلمة ياسر أي متيسرة ووافرة، وهي مستخدمة في مناطق مغاربية أخرى مثل تونس أيضا، وفي العراق هوايا أو غوايا مع تسكين الغين في البداية، وفي تونس يقال برشا، وكلمة برشا عربية فصيحة، أرض برشا كثيرة العشب. المصريون يستعملون لفظ قوي للتعبير عن الكثرة وتصبح القاف ألفا فتصير أوي. المغاربة والجزائريون يستعملون بالزاف، وأصلها بالجزاف أي بلا حساب. كل هذه الكلمات واضحة جذورها العربية، فما حكاية هلبة الليبية ووايد الخليجية؟ يقال وايد واجد في أكثر من بلد خليجي، أحبها وايد أي أحبها كثيرا، العبارة عربية خلافا لمن ذهب إلى أنها متأتية من الكلمة الإنجليزية وايد. في المحكم والمحيط الأعظم الوجد والوجد والوجد، اليسار والسعة، والواجد الغني، وقالوا الحمد لله الذي أوجدني بعد فقر أي أغناني، وهذا من وجدي أي قدرتي. وينطق الليبيون هلبة أو هلبة للتعبير عن الشدة والكثرة، وهذا أصلها هلب فلانا بلسانه، نال منه نيلا شديدا فهو هلاب، هلبت السماء القوم بلتهم بالندى مطرتهم مطرا متتابعة، هلب الشخص كثر شعره، هلب العام كثر مطره، أي إن كل هذه الألفاظ المتعددة ذات أصل واحد يوحد المنطقة على اختلافها. فرقت العرب اللهجات ووحدتهم اللغة العربية.